زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا وحلقتي لحية طبناد سلسلة أي نوغم يعدرني سلسلة عن حقيقة الشيعة وعقائدهم. أما ماذا تعرف عن حقيقة الشيعة؟ الشيعة محاد كتقانا سلسلة أي نوغم يعدرني وإيام هدبة وحا أي نمرقى سبحا وإيام كغهدلني سلسلات كي هرئي مرقى سبحا وإيام حلقات كي شن إيا طوان كهاي هربا الشيعة إيا فرق ذي ذا إيا فرقوة لبا وحي أسي قيب سنتي إيا فرقوين كا عقائد كودا أيين مرقى سبحا وإيام كسو هذلني وإنو كسو هذلني اللهم استعان سيدقودنا أفر قيبوت أو وين أو شيعة أي أقيب سما بينو كسو هذلني الإثنى عشرية أو مرقى سبحا وإيام تكوباد إيا الزيدية أو طلباد إيا الإسماعيلية أو تصدحات إيا النصيرية أما علوية أو تأفراد أفر تاسان سي مرقاس وحاوية أنغاس واحد الني في رغضو ذا إيا مرقاس وحيو قيب سمان إيا السيدة أيهيل أيا إنو أغاس واحد الني هذا ما وحن إن شاء الله تبارك وتعالى إنو أدن بيه قول ذي النصيرية ذا أحيد في رغض أيو قيب سمان إيو عقائد كاي آمين سيهين إيو وحيالها سا إنو دن بيه مرقا إنتا آنا مرقا سبحاوه يان قريم موضوع مانتنا ضربة العلم وحنقولنا سيحين إياه إني أخريان رسالة النصيرية شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وقري ولو أي كومان تهيو سؤال لغوي دي شيخة وكغا جواب إيهي ومرقا سبحاوه يان اللهم استعان وعلى صدن إيهو هل بيت بيلها تقريبا وياني رسالة هلا أخريو خطبتا كلا عنبدا السنة في رغضة أي كقرينا إيادنا هلا أخريو اللهم استعان وعليه تقلان إيادنا عقائد كوضو حكور سيحي رسالة دي بقول إيا هلك السؤال وضا حيدة سؤال كور إيان عقائد كوضا أي مرقا سحاوة إيان كور سنتحي إيا كتبتا وضا كلبا هذا ما أنت حلقة لحية طبنات وحين إن شاء الله تبارك وتعالى كجحد لنا مرقى سحويا شيعة سجود كو فرق ذا مرقى ليس هو ذا عليو إم سفرق أيا إنه قنيا سجود وحكرأي إن شاء الله تبارك وتعالى حلقة أن كجحد لنا شيعة مبادئ ذا عقيدة ذا انتي هو رفرق والبقوني هانتي ذا يوحي اميسانتي نكسو احد ليني جملة شيعة او رنبا محاء الدين ايينو حدنا قلو قضب اسو قادنين ان شاء الله تبارك وتعالى هدبا عقيدة اينو كب اللابين قرآن كريم كا محاي كامي سيهين ويان اللهم استعان وعليه تقلان قضب كاسي مرقا سيدا اينو اقهد لدون لنا وأنت المامي دونا إن شاء الله تبارك وتعالى هذا أنت أين مرقى سبحانه ينسيق ذا قريم شيعة مرقى فرق ذا هذا أين خلاصة ينسيق ذا أصدح قيبوت الغالية الغافضة هي مرقى سبحانه ينزيدية قول هذا اللي إلا هو الغالية وحلوه بحيي غالية هي مرقى سبحانه ين اللهم استعان وحي آد وسي حد قد بين عربي آد وسي حد قد بين مرخا الغالية باقول ذا ليلاها غالية ذا وحي أسي قيب سمين شن إيا طبان فرقو أي أسي قيب سمين مرخا قول ذا اللباد وقول ذا ليلاه رغافضة ذا اللو يقانو رغافضة وحلوه بحيينا حلقات كي هري أيينو كغسوا هذا المرخا رغافضة ذونا وحي أسي قيب سمين أفر إيا اللباتن فرقو أيا أسي قيب سبين مرخا أفر إيا اللباتن
iyo 15 hadii la isku geeyo 30 iyo 9 ayay noqonaysaa marka qolada markaas waxaan weeyaan firqada saddexaadi waa Zaydiyada qolada la yiraahdo 6 firqo ayay u qaybsameen warow tirintooda sida in xalqaadkii hore kaga hadalnay culimadu raxmatullaahi alayhim ay ku kala dugnaayeen markaan oo ay markaas waxaan weeyaan isku khilaafeen tirintooda 6 qaybood weeyaan marka 6 markii lagu daro 30 iyo 9 waa 40 iyo 5 weeyaan 40 ka iyo 5 ta firqo ayay isku noqonayaan qaybta koobaad oo alqaaliya la yiraahdo oo 5 iyo 10 firqo u qaybsantay qaybta labaad oo arqaaf dalo yaqaano oo iyaguna u qaybsamay 4 iyo 20 qaybta saddexaad oo Zaydiya la yiraahdo oo iyaguna 6 u sii qaybsamay 5 iyo 40 ka qaybood ayay noqdeen marka hadaba waxa insha Allah meesha ugu dhaweey laga heli karo 5 iyo 40 kaasba waa kitaabka la yiraahdo maqalaat al-islamiyin wa ikhtilaaf al-musallin aw iskaleeyahay al-imam abu al-hasan ali ibn isma'il al-ash'ari kitaabkaas laga helaya marka waa safhada 13 ayaa laga helaya ila 53 intaas uu kaga warhamay 13 ila 53 yaacna taqriban ila 40 bayt wax dhan buu kaga hadlay marka ama 40 bog wax dhan buu kaga hadlay marka oo kitaabka gabigiisuba maqalaatul islaamiyin wa ikhtilaaf al-musallin ila 10 marka subax weeyaan firqo ayuu kaga hadlaya firqada koobaad oo kitaabka kaga hadlayna waa shiicada weeyaan iyo firqooda hadaba marka subax weeyaan intaas waa khulaasa kooban oo marka 5 iyo 40 ka firqo inay u qaybsameen markaas weeyaan hadaba markaas Allahu musta'aan shiicada caqaaidkeeda jumladan ayaynu tirnayna waxaan cadaan doontaa insha Allahu ta'ala inayna isku diinahayn isku kitaab mannihin isku sunna mannihin isku saxaaba mannihin isku rasuul mannihin isku ilaah mannihin shiicadu sida ay qabaan caqaaidkooda markii dib loogu noqdo oo iyagu ma aaminsano in markaas waxa weeyaan xataa Nabi Maxamed (alayhi salaatu wasalaam) rasuul u ahaa kuwa qulaada ma aaminsana xataa Ilaahay inuu abuuray kuwa qulaada ah waa kaynu xalaqaatii hadda nusayliyada aan kaga soo hadlaynaa ku soo tilmaanay inay yiraahdeen Nabi Maxamed ba Cali ibn Abi Talib ba abuuray Ilaahay ma abuurin inay yiraahdeen Maxamed Nabi Ilaahay Maxamedna wuxuu abuuray (alayhi salaatu wasalaam) Salmaan al-Farisina Ilaahay Salmaan al-Farisina Miqdaad ibn al-Aswad iyo markaas waxa weeyaan qudama waxaan u jeedaa Uthman ibn Mad'un Miqdaad ibn al-Aswad iyo Uthman ibn Mad'un iyo Abu Dhar al-Ghifari iyo Qadan ibn Qanbar ibn Kadan iyo markaas waxa weeyaan ayuu abuuray waa kii ilaahay hadaba markaas waxa weeyaan qaybta koobaad aqaaidkeeda markaynu ka hadlayno waxaan ku bilaabaynaa aqiyada la yiraahdo taxriif al-Qur'aan Qur'aanka Shiicadu maxay ka aaminsan yihiin kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee 30 juz ah ee Ilaahay ee markaas 114 suuradood ah ee Ilaahay inoo soo dajiyay Shiicadu maxay ka aaminsan yihiin inuu maxay yahay bay ka aaminsan yihiin arinta noocaansa bal aynu markaas waxa weeyaan ku socona markaa hadaba Shiicadu min awwalihim ila aakhirihim waxay isku waafaqeen inuu Qur'aankani kii ilaahay inuuna ahayn oo uu bedelan yahay oo kii ilaahay soo dejiyay inuuna ahayn ayay isku waafaqsan yihiin bal waa min daruuriyaati madhab shiici qofka marka madhabka shiiciga shiici wuxuu qofku ku noqonba inuu markaas waxa weeye aamino oo usuusha madhabka u qoran ayay ka mid tahay arintaas usuusha madhabka u qoran ayay ka mid tahay arinta iyadii hadaba markaas kii ilaahay uu soo dejiyayna waxay ku leeyihiin waa mid maqan waana musaddamun fi sirdabi waxay leeyihiin qarsoon yahay oo waxa markaas waxa weeye mahdiga ayaa la iman doona ayay ku leeyihiin sida dadteed ummada islaamku maanta waa bila kitaab bay qabaan oo kitaabka ilaahay ma haystaan sidaas ay qabaan marka dayib allahum musta'an wa alayhi tuqlan arinta iyada marka way isku waafaqsan yihiin hadaba si aynu mas'alada u faahfaahino waxaynu insha Allah uga hadlaynaa mas'alada niyada qodobadan soo socda qodobka koowaad waxaynu tilmaamaynaa a'imada shiicada ee tilmaamay
quraanku inuu muxarqaf yahay innaga oo marjicana celinayna marjic baan celinaynaa waxaan ka wadnaa iyaga kutubtooda aynu ka soo qaadanaynaa haddii laga yaabo inay kutubta ahlu sunnuhu u tiiriyaan oo culimada muslimiinta sunnadu ay u tiiriyaan inay yidhaahaan waana lagu been abuurtaa laga yaabaa si ayna taasi u dhicin kaadi badana waa loo gogol badiyaay in markaas waxa weeyaan aan kutubtooda halkay kaga qoran tahay aan tilmaanay insha allahu tacaala waa qodobka koowaad dayib allahuma istacaan wa calayhi tukunaan qodobka labaad wuxuu noqonayaa in markaas waxa weeyaan allahuma istacaan aynu tilmaanno shiicada marka a'imada tilmaantay qur-aanku inuu muxarqaf yahay oo ilaa 17 imaam aynu tirin doonno haddii laahayra 17 imaam taqriiban ayaynu tirinaynaa oo tilmaamay qur-aanku inuu muxarqaf yahay iyo kutubtooda imaam waxaan ka wadaa iyaga a'imow yihiin inagu muslimiin baa nahay ee a'imaynoomaaha kuwaasi iyaga markaas waxa weeyaan a'imadooda hogaamiya iyo culimadooda kutubta ay qoreen ayaynu sheegaynaa insha allahu tabaaraka watacaala qodobka saddexaad waxa weeyaan riwaayaadka tilmaamaya iyo arrimaha aqwaasha tilmaamaysa iyo axaadiista iyagu ay samayseen maaha axaadiisteenna maaha axaadiista iyagu ay samayseen markaas waxa weeyaan culimadooda tilmaamay inay mutawaatir tahay yacni waxa tilmaamaya qur-aankani kii ilaahayna ahayn inay arrintaasi mutawaatir tahay oo aaday u fara badan tahay oo mimaa laa yunkar waxaan la inkiri karinba inay tahay kuwa caddeeyey baan iyadana tilmaamaynaa haddii laahayra qodobka afraad waxaynu tilmaamaynaa anwaacu taxriifi cinda shiicati alitnaa cashariya alghaafida ahlakahum allahu tabaaraka watacaala nimanka markaas waxa weeyaan shiicada ah qur-aanka waa muxarqafa yidhaaheen uu bedelan yahay tabdiilka noocaasa noocyadiisa ayaa insha allah ay sheegeen iyagu ayaynu tilmaamaynaa qur-aanka xagga ay leeyihiin waxbaa bedelan ayaynu insha allahu tacaala iyagu sheegeen ayaan tilmaami doonaa qodobka shanaad wuxuu noqon doonaa sababta iyaga ku kaliftay maxay tahay inay qur-aankani waa muxarqaf oo waa la bedelay oo waa la dooriyey oo kii ilaahay soo dejiyey ma aha inay yidhaahaan sababta iyaga ku kaliftay maxay tahay markaa taana insha allah waan tilmaamaynaa haddii ilaahay yidhaa insha allahu tabaaraka watacaala oo qodobada shanta ayaynu mas'alada haddii ilaahay yidhaa kaga hadli doonaa insha allahu tabaaraka watacaala haddaba waxa weeyaan ninka koowaad aynu soo qaadanayna waxa weeyaan waa ninka loo yaqaano maxamed ibnu xasan asafaar abuljacfar ninka loo yaqaano wuxuu yidhi ninkaasi waa a'imadooda waaweyn maa yastatiicu axadun an yaddaciya annahu jamaca alqur'aana gayru alawsiya ay gayru alaa'ima wuxuu yidhi qofna ma awoodo inuu sheegto qur-aankii inuu kulmiyey ama xiftiyey ama u wada hayo ilaa a'imadayada mooyaane waxay ka dhigan tahay arrintaasi markaa 12-ka imaam ee soo tilmaanee shiicada mithnaa cashariyadu ay sheegtaan 12-ka imaam wax qur-aanka ay sheegaan unbaa qur-aan noqon ama dadkan kale oo dhan qur-aankay xiftisan yihiin muslimiintani qur-aan ma aha sidaa darteed baa waxay leeyihiin qur-aanka waa in markaas waxa weeyaan haddii cid kale ay sheegto oo imadan ahayn qur-aan ma aha haddii imaamku qur-aanku sheegan baa qur-aan waa qur-aanka ciyaalkeennu ay xifdsan yihiin dumarkeennu ay xifdsan yihiin odayaasheennu ay xifdsan yihiin culimiya caama aynu garanayno ninba inay u taagan tahay ba innaga muslimiinta ayaa markaas waxa weeyaan waxay ku leeyihiin inta waxay ka dhigan tahay markaa qur-aankii markaas waxa weye meesha ma jiro allahuma istacaan oo qur-aan ma jiray ka dhigan tahay ninkaas sidaasuu yidhi allahuma istacaan wa calayhi tukunaan waxaa kaluu yidhi waxaa kaluu wariyey bisanadihi can saalim ibn abi salama wuxuu yidhi qara'a rajulu calaa abi cabdillaah wa ana asmacu xuruufan min alqur'aani laysa calaa maa yaqra'uha annaasu faqaala abu cabdillaah calayhi salaam mahmah kufa can hadihi alqira'a iqra' kama yaqra'u annaasu xataa yaquuma alqaa'imu wuxuu yidhi markaas waxa weeyaan allahuma istacaan waxaa wariyey sanadkaas abi cabdillaah baa waxaa ku dul akhriyey nin ayaa qur-aan ku dul akhriyey anna qur-aanka saalim ibn abi salama dhahay anna qur-aanka xuruuf ka mid aan dhegaysanayo maqlayay
كدي بمرخا سبحان ويا سلي دتك واخريا نومنا اخرين ابو عبد الله با وحو جوجي قراءة وحنا ضو اخري ذا سدوي مرخا سبحان ويا واخريا دتك واخري الى مهدي كسو بحيا مرخا فاذا قام فقرا كتاب الله على حده واخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام الى اخر الكلام وحنا يا حي كدي مرخو يما دم مرخا سبحان ويا محو اها مهديغو اي او قران كي مرخا كتاب كي الهي اخري سدو اهانا او اخريو مصحف كي علي او قري او سو صار وا كو قرسون ما مصحف كان اينو هيسنو مركاس الاخرين دونتا يعني مركا تاسي مخاي تلماميسا وحاي تقيدي هرتبي تلماميسايو سين او تغي دونو عقائد كشيعه وحا كميدا عقيده ليراهو عقيده تقيه ايا كميدا تقيده وحا ويهان ان اد ميل حدي ان لغلا يهي اتقتو ان شون با لا اسك ريدا oo markaas waxa weeyaan dadkan baa isku ekeysiyaayo aqiyadada lama muujisto ayay qabaan oo lama cadeeyo oo waxa keenu sayliyadan soo sheegna heer ay gaareen qofka aqiyadooda ka faafiyay dilaan marka waxa weeyaan allahum musta'an arintaas markaas marjica waxay ka dhigan tahay marka waxa weeyaan quraanka hadda aynu hayno ki ilaahay ma aha quraan ba maqan quraanka maqanna waxa markaas waxa weeyaa qoray waxa caliba qoray waxana haya mahdigi waagu soo baxo ayaa markaas waxa weeyaan allahumma musta'an marka quraanku imanaya nin anta waxa weeyaan aan jirin oo la sheegtay oo markaas waxa weeyaan aan caalamkuba una aqoonimba oo warba laga haynin oo markaas waxa weeyaan muslimiin iyo gaalo midkoodna ayna aqoonin oo jirin ayaa markaas waxa weeyaan uu soo bixi doonaa iman doonaada ay ku hayaan marka مرجعه هذا الكيسة وحلقه ليها كتاب كيسة الله يقانه بصائر درجات الكبرى في فضائل آل محمد صلى الله عليه وسلم بحلقه ليها مجلد أفراد صفحة أفر بقل هي صدحية طبعا ننك الله يقانه لبعض الصوت قادرنا وننك لدى أبو نصر محمد بن مسعود العياشي يسون بسنده عن أبي جعفر أبي جعفر مرخى السنة كوكوري وحيري لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفي حقنا على ذي حجة وحوير هدين للايحي أو مرقى سبحانه جل أين دعلهين وحلق الزيادة كتابك إلهي إيا وحلق قدمي زيادة إيا نقصان تلق السمائي حق يقو كمقر صومين من عقل صاحبة ورواية صريحة ورواية كعد في أن القرآن محرف ومبدل ومغير عند الشيعة إنه يا مرخى قرآنكم من أن بدلا وكي الله سود جيئونا هين وصد ألوك سود جيئونا هين شيعة ذاك تودا وحد كي ليس أهل كان مرخى سحي مرجع لقه ليه وتفسير العياشي أي مدود ووي ويان عياشي الله مستعان مجلد ككوبات صفحة الله مية طمن أي مسألة أسي كسو أنتهي مجلد ككوبات صفحة الله مية طمن أي كسو أنتهي مرخى اللهم استعان وعليه تقولنا ان وحمر قاس حويا كذلك وريي بسنده عن ابي بصير قال ابو جعفر بن محمد خرج عبد الله بن عمر من عند عثمان رضي الله عنه فلقي امير المؤمنين فقال يا علي بيتنا الليله في امر نرجو ان يثبت الله هذه الامه فقال امير المؤمنين لن يخفى علي ما بيضتم فيه حرغفتم وغيرتم وبدلتم 900 حرف 300 حرغفتم و300 حرف غيرتم و300 بدلتم ثم قرا فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند غير الله هذا من عند الله waxa markaas waxa weeyaan wariyay allahum musta'an waxa dhacday markaa ninka loo yaqaan abd saxaabiga abdullah ibn umar loorin jiray uthman ibn affan aktiisa ka tagay wuxuu la kulmay cali ibn abi talib wuxuu ku yiri cali yow xalay waxaan markaas waxa weeyaan ku caweysinay oo noo isweydiinay arin ilaahay umada ku sugi doono amiru mu'mineen wuxuu yiri hortaaniga gama qarsoona xalay waxaad markaas ku caweysimayseen waad markaas waxa weeyaan bedasheen oo waad dooriseen oo waad leexiseen صد صقال بقول أو حرفات بدشين صدح بقول أو حرفات ليحسين صدح بقول أو حرفات دورسين صدح بقول أو حرف وكان لواد بدشين كذب آيات القرآن كأخري فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم وحبوا قصوا ناضي كوا كتابك قعمه ذا كو قرية
ثم يقولون أرني هذا وحنا قرني من عند الله لا أكتي سكاهري أرنت آيات دا سوحبة المامي سامينيهين صحابة مرقى سحوة يا النبي أو عثماني أي كوكيهين بيت المامي سامينيهين اللهم استعان عليه تقولان إلى أين سبحانه وتعالى وحت المامي يهود إيا نصاري إيا أهل كتابك توراة إيا إنجيل بدلي أيا لقهد لي مرقى وحوة يا رواية سمحية المامي ساحب عند الشيعة إن القرآن إن تاصوا بقل حرف إيه أنت عصوا بقل أو مرقى سحاب كلمة إلا بدليت الماميسة بس ألا ذا وحلقة هلية مرجع مرقى سحاويا تفسير العياشي أي كسو أنت هاي مرقى ننك مرقى سحاويا أصدحات أي نصوق هذا لنا وعلي بن إبراهيم القمي ننك اللو يقانو علي بن إبراهيم القمي وشيخ الكلين ويان كليني ننك وصول كافي إسكالا وينو تلي دوناي شيخ يسي ويان استغنى مرقى سحوة يا وحيري فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ ومنه حرف مكان حرف ومنه على خلاف ما أنزل الله وحيري قرآن ناسخ وحكمة يا منسوخ وحكمة مرقى سحوة يا قرآن مرقى حرف حرف لقو بدل حرف كلمة يشيسي وحكمة قرآن قيب سيدي ألا كسو دجي أنهين أيا كمة مرقى كذب مرقس وحوي عدى يتعريف يوحيري وأما ما كان محرقف منه قرآن كوحى لقبدل وحكم إذا قوله تعالى إلى هذا الكيس لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا آيضا في سورة النساء آيضا بقول لحذنية اللح إلهي سبحانه وتعالى وحيري لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا آيات السلاس وهي في علي بكضر تفسير القمي مجلد كمرقى كوبات صفحة شنان مقدمة ظهر أيوك قهد لي وكت المامي يا مرقى مرقى وحوية اللهم استعان وينسي وذي دوننا أئمة ذا إن شاء الله تعالى حلقنا انت سيد فسو كوبينا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.